عليكم طلبة الثانوية، طلبة البكالوريا. اليوم كما راكم تشوفوا جبت لكم بي دي اف تاع العلوم الإسلامية ومقترحات البكالوريا. هنايا أهم هاد الدروس، قال لك أسئلة إضافية عن دروس العلوم الإسلامية مقترحة للبكالوريا باي عادل العربي. نشكر الأستاذ اللي دار هاد المقترحات وهذا الدروس. وانايا غادي نترككم لكم الرابط تاع هذا الاخر، نخلي لكم اللينك وانتم تدخلوا ليهم وشوفوا هذا المواضيع كما راكم تشوفوا، ولا هذه الدروس. اوكي، ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله لجميع الطلبه. ان شاء الله اللي فوتوا الباك ربي ان شاء الله يجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوبكم ان شاء الله، وتنجحوا في البكالوريا في هذا الامتحان المصيري. ربي معكم، ريلاكس ولادي، ان شاء الله تكونوا من النجباء ان شاء الله وتنجموا تحلوا كامل المواضيع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.